الرواية عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله وهو يقول: خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد. متى خلقت من نور واحد؟ قال: نسبح الله يمنة العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. أصلا قبل هذا العالم الله خلقنا، ثم جعلنا في صلب من؟ في صلب آدم. فلما أن خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه، ولقد سكن الجنة ونحن في صلبه، ولقد ركب نوح السفينة ونحن في صلبه، ولقد قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه. فلم يزل ينقلنا الله عز وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب، فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب عبد الله، وجعل عليا في صلب أبي طالب. لا تصلح النبوة إلا لي، ولا تصلح الوصية إلا له. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن على هذا الأساس يتضح الإمام أمير المؤمنين قبل هذا العالم من هو علي قبل هذا العالم.